بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم، وأعوذ بك من شر حاسد ومن شر كل ظالم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنيهم بما تشاء يا رب العالمين. معنا اليوم قنبي أمير غاز، لعل إن شاء الله توصل الرسالة بإذن الله. معنا قنبي ماركت أمير غاز، معروف بالسوق طبعا، متواجد منه كتير من الكمبيات الجيدة، نوعية الماركة جيدة جدا، وأنا أنصح بتركيبه. طبعا في عنا رمز على الشاشة E10، طبعا هذا الرمز بيعطي إنه في خطأ في ضغط الشبكة نازل على الصفر. طريقة رفع الضغط، في عنا من تحت هاي الحنفية وهذا المفتاح طبعا، بسم الله بهي الطريقة بنفتحها على جهة اليسار ومنراقب الساعة. طلع صوت المي طبعا، بلش يتغير معنا مؤشر البار. ننتظر حتى يرتفع ضغط البار. النموذج هو 1.8 وما في اي مشكلة، اذا وصل لـ2 طبعا بيكون افضل مشان تسخين الشبكة، خاصة اذا كانت الشبكة طويلة وكبيرة حسب الشقة. طبعا راح نشرح لكم طريقة التشغيل. هلا هيك وصل المؤشر على 1.8، نرجع نسكر حنفية الضغط على جهة اليمين. طبعا الامير غاز بيختلف في مخارجه، في عنا نحن مخرج الشبكة الماء الساخن اول واحد على اليمين، خط الراجع الشبكة بيجي بعد منه، بعدين في عنا بارد شبكة المي الحلوة، الشبكة البارد الداخل من جهة اليمين، وعنا الخط السخن تبع الحنفيات الخارج هو من جهة اليسار، بالإضافة لخرطوم الغاز أو سكر الغاز، وبالإضافة لخرطوم تنقيط المي التبخير اللي هو شما. طبعا أول مؤشر أو أول فأسة عنا نحن عنا الأوف الأون أوف، وفي عنا رمز مظلة، وفي عنا رمز رجل ثلجي مثل ما أنكم ملاحظين. أول ضغطة إذا ضغطناها تشتغل معنا المظلة اللي هي مسؤولة عن تشغيل الماء الساخن للحنفيات فقط. ضغطة تانية بيشتغل معنا مؤشر الرجل الثلجي اللي هذا هو، وبلشت تشتغل معنا التدفئة. لاحظوا معي طبعا بهاي الحالة بتكون شغالة معنا التدفئة ومية الساخنة. بلشت لاحظوا معنا تتغير درجة الحرارة، هلا اشتغل الكومبي بعد ما كان واقف. طبعا في عنا نحن مؤشرات، في عنا مؤشر على اليمين هون الكتروني مؤشر البار ضغط البار، وفي عنا هلا اشتغلت النار. لاحظوا معي فوق الشمعة اشتغلت النار، هلا البتكات الشغالة. طبعا نرجع بالنسبة للعيارات، في عنا هذا المؤشر مثل هذا تماما، من هون بنرفع درجة الحرارة لاحظوا معي او بنقصها بالناقص، بالاضافة لمية الساخنة بنرفعها بمؤشر الحنفيات. لاحظوا معي هذا تغير معنا هلا، لاحظوا مجرد ضغطنا عليه طلعت مؤشر الحنفيات اللي هو ماء الساخن، بنرفعها بالزائد او بنقصها بالناقص، الامر بسيط جدا. وفي عنا هي الضغطة اللي هي الريسيت لإعادة التشغيل، ربما الجهاز ينقطع عنه الغاز او ينزل الضغط مثل ما كان هلا طالع عنا مؤشر E10، ممكن ما يرجع يشتغل، لازم نعمله إعادة تشغيل حسب طبعا حسب الجهاز حسب الحالة. في عنا هي الانفو، هي تابعة للسيرفس اعدادات الجهاز. طبعا جهاز بسيط وما بيحتاج كتير يعني تشغيل او غير معقد، امور بسيطه ان شاء الله. هاي ساعه الضغط نزلت شوي، راح نرجع نرفع نحن على 1.8. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.